يحكى أن لاعب كرة موهوب إنجلترا كلها كانت مستنياه فجأة لقى نفسه محكوم عليه بالسجن 6 سنين بسبب قبلة. عرفت بتكلم عن مين؟ مفيش غيره، آدم جونسون. في 2005 نادي ميدلسبرا الإنجليزي صعد موهبة الكل توقع ليها مستقبل مبهر. آدم جونسون اللاعب اللي انضم لأكاديمية النادي وهو عنده 12 سنة وتصعد للفريق الأول وهو عنده 17 سنة. جونسون كان بيمتلك قدم يسرى ذهبية، ومن 2005 ل 2010 الكل كان متأكد إن اللاعب ده هو مستقبل إنجلترا. وفعلا في 2010 روبرتو مانشيني بيختاره عشان ينضم ليه في مانشستر سيتي مقابل 8 مليون استرليني. بعدها فابيو كابيلو مدرب انجلترا بيقرر ضمه للمنتخب، وهنا بدأت قصة الانهيار. اللاعب اللي عمره 22 سنة فجأة لقى نفسه بياخد راتب ضخم وشهرة غير متوقعة، ولأنه بيلعب في نادي بحجم مانشستر سيتي الأنظار دايما كانت عليه، وبسبب تكرار سهراته ووجوده في الملاهي الليلية مانشيني بيقرر إيقاف التعامل معاه، وفي 2012 بيغادر السيتي ويروح ساندرلاند. جونسون بقى نجم ساندرلاند الأول، لكن مع ذلك بتتحول حياته الجحيم، والبداية كانت في ديسمبر 2014. في الوقت ده صديقته كانت حامل ببنته، ومع ذلك كان بيتواصل مع فتاة قاصر على السوشيال ميديا. وفي يناير 2015 جونسون بيقابل الفتاة في عربيته، وبعد قبلة بينهم بيتقبض عليه بتهمة الاشتباه في ممارسة نشاط جنسي مع فتاة قاصر. وبعدها سنة 2016 بيواجه عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات. وقتها ساندرلاند فسخ عقده معاه، وأديداس وقفت عقد رعايته، حتى صورته اتحذفت من لعبة فيفا. الكل اتخلى عن جونسون باستثناء أخته، وخرج من السجن بعد 3 سنين وقال جملته الشهيرة: لقد أضعت مسيرتي الذهبية بسبب الغباء والغرور.